من علمنا الاستكانة؟ وما الاستكانة؟ وهل وردت الاستكانة في القرآن الكريم؟ الخشوع والخضوع في الصلاة، لما؟ لأنها استكانة لله عز وجل، يستكين الإنسان المحب المؤمن الذائق لحلاوة الإيمان العاشق للجناب النبوي في الصلاة على الحبيب المصطفى. ما الاستكانة؟ وما هو حال الإنسان المستكين؟ ذكر الله سبحانه وتعالى آية عظيمة في القرآن الكريم، بل آيتان عظيمتان في القرآن الكريم، ذكر فيهما سبحانه وتعالى وصف الاستكانة. قال جل جلاله وتعالى في علاه: وما ضعفوا وما استكانوا.